انا السيستم هون شلت الساتوريشن فانا من ناحيه انا هون طبعا هذا مش واقعي بس انا بدي افهم الان شو اثر البرفورمانس تبع السيستم على حجم الاكتويتر البرفورمانس تبع السيستم او الكابتشرت احسن شيء يعمل له كابتشرنج هو الرايز تايم ان مينتس راح نحط الرايز تايم ان مينتس لان وحداتنا احنا هون مينتس وحجم الاكتويتر كيلو كالوريز بير فراح اصير الان اغير كي طبعا كي بقدر ابدا فيها زيرو اللي هو كانه الاوبن لوب سيستم راح ابدا ازيد كي من هون واشوف شو بصير بالسيستم هذا كل ما زدت كي راح يصير طبعا هون بدي ريكوايرمنت اكثر بس لل هلا هون البلوك بتاع البرودكت لو بتحط له زيرو وبتضرب زيرو في الجيم وبطلع صفر بيطلع زيرو بعطيك زيرو بس هيك ما حيدخل كيو بالمره صحيح اذا الايرور زيرو ما هو ليش بدك تدخل كيو انت لما تقول الايرور زيرو يعني ايش؟ يعني انت سعيد كل شيء عندك متحقق مش هيك؟ درجه حراره هي 350 زي ما انت بدك بالضبط، هذا طبعا في الحقيقه ما راح يصير ما راح يصير لانه اذا صار الهيتر زيرو السيستم راح يبدا يبرد راح يبدا يخسر حراره فلازم دائما يضل عندي كيو ولذلك عندي ستيدي ستيت ايرور ما فيش انتجريتر في البلانت اوكي؟ متذكرين تايب زيرو والتايب 1؟ التايب زيرو ما فيش عندي انتجريتر في البلانت ففي عندي مشكله في ستيدي ستيت ايرور لو انه تايب 1 سيستم لو انه في طبيعته في نوع من الانتجريشن شو يعني يكون عندي انتجريشن في البلانت؟ هل يعني بفتح البلانت بلاقي في داخلها انتجريتر شيء مكتوب عليه انتجريتر؟ لا البروسس طبيعتها عم تعمل انتجريشن تانك عماله بيعبي مي فكل ما حطيت فيه مي اكثر شو بصير بالهايت؟ اذا بطلت اعبي مي بنزل الهايت لزيرو ولا بضل على اخر قيمه كان موجود فيها؟ ديسبليسمنت اذا عندي ديسبليسمنت دفشت سيستم وتحرك من مكان او حتى فيلوسيتي حطيت عليه فورس وتسارع وصل فيلوسيتي معينه وفيش فريكشن فريكشن ليس لما تركت الفورس وشلتها الاكسلريشن بينزل لزيرو بس هل الفيلوسيتي بينزل لزيرو؟ لا اذا في انتجريشن بروسيس بين الاكسلريشن والفيلوسيتي وفي انتجريشن بروسيس بين الفيلوسيتي والديسبليسمنت واذا الاوتبوت عندي ديسبليسمنت معناها اوريدي في عندي تايب 1 سيستم اوكي؟ واذا الاوتبوت عندي ديسبليسمنت وعمالي بتحكم بفورس يمكن يكون عندي تايب 2 سيستم اوكي؟ الكل متذكر شو التايب 2 سيستم؟ اذا مش متذكر رجاء تكتب روح اكتب وتذكر ذكر نفسك شو التايب 0 تايب 1 تايب 2 سيستم هذا مش تايب 1 ما اظنش لو طلعنا ترانسفير فانكشن مش رح نطلع هيك فالان رح نعمله رح ابدا الان بكي صغيره جدا تقريبا رح تكون قريبه كانها اوبن لوب يعني رح احطها لانه هي الاوبن لوب قديش كي بتكون؟ زيرو بس لو حطيت هون زيرو من هاش رح احط رقم صغير جدا رح احط رقم لسه اصغر من هذا الرقم مثلا نحط هون بوينت كم زيرو هدول صاروا؟ 0.0001 مضبوط 4 ولا 5؟ 4 4 0 0.401 اذا هون هذا قريب جدا للاوبن لوب برفورمانس راح اقيس الرايز تايم الان ونشوف قديش الاكتويتر بتحتاجها توصل هاي مهمة هون لأنه هاي شو بتقول لي؟ هاي بتعطيني أظن هاي الأكتويتر مش هيك مش هاي كيو؟ هاي بتعطيني الانيشال فاليو هذه زيرو تايم فهذا معطيني هون تقريبا 34 احنا كنا حاطين 5000 مش هيك مضبوط؟ فاحنا ما استعملناش من هاي في هذه الحاله غير حوالي 34 كيلو كالوري هلا بدنا نشوف الرايز تايم هذا راح احطه هون اوبن لوب خلينا نشوف قديش الرايز تايم تبع البروسيس طيب ايش اسهل طريقه نقيس الهاي؟ شو عرفنا الرايز تايم على فكره هون متذكرين؟ ما فيش عندي اوفر شوت، ايش لازم استعمل؟ 10 ل 90% هلا 90% بنقيسه بالنظر شو رايكم؟ ولا خليني اعمل زوم احسن لانه صار عندي خطا من الاكسس رح اعمل زوم على الاكس اكسس بهذا الاتجاه تقريبا هيك اوكي هيك يمكن اسهل على نقيس فبدي امد هلا 90% من الفاينل فاليو سيم اوكي في عندي مشكله كمان هون صار عندي ستيدي ستيت ايرور كبير مضبوط ولا احنا حاطين 100 قديش كنا حاطين الستيت فاليو اللي بدنا اياه؟ اللي حطيناه 100 لا 350 عندي ستيدي ستيت ايرور كبير بس على الاقل بقدر احكي عن رايز تايم مضبوط خلينا نحكي عن رايز تايم 90% تقريبا هون تنزل لهون حوالي 22.5 مضبوط
وهون بتبدا من يعني تقريبا هذه هي وين 10% هي 10% تقريبا 2 من 2 ل 22.5 تقريبا 20.5 مش هيك تقريبا 20.5 minutes. وهذه 34 كيلو كربون. ايش رايكم نضرب الكي ب 10؟ بتحب نحط ستيدي ستيت ايرور او الفاينل فاليو؟ ستيدي ستيت ايرور هون تقريبا قديش؟ 350 ناقص 100 250. نعم. بس سؤال نعم. ما حاطط يونتس. لاحظ هاي نقطة مهمة. ما عمره يقول لك سكند هو. هو بقول لك التايم هو اليونتس اللي أنت اخترتها. بس احنا عدلناها. قليل كثير. قديش كان؟ 150. طيب. هون مبين 150 ولا لا؟ هو بس ما اظن راح يتحرك اكثر من هيك، قصدك انه ممكن يتحسن؟ لا لا هيو هو حوالي 100. راح تقول لي ليش في ستيدي ستيت ايرور هيك كبير؟ انت سكرت اللوب حطيت كي صغيره جدا. اول ما تسكر اللوب في تايب زيرو سيستم مش تايب 1 تايب زيرو سيستم بده يصير عندك ستيدي ستيت ايرور. فكثير من الطلاب دائما بيسالني بيقول لي دكتور احنا غلبنا حالنا ورحنا على كلوز لوب وعملنا لحالنا مشكله. إذا ما سكرت اللوب ما بقدرش اتغلب على الديستربنس. مظبوط؟ هلا شو الحل؟ بدي ازيد كي، مشكلتي بزيد كي هلا شو بتبدا المشاكل تصير عندي؟ بصير عندي رايز تايم واوفر شوت، رايز تايم واوفر شوت، مش هيك؟ مشاكل وطبعا اكشويتر هون هاي جديد انتم بدكم تتعلموا عنها، مشكلة اكشويتر، اوكي؟ هذا مثال حلو لأنه بيشرح الفكرة هاي. إذا نعم تفضل. ما في طريقة أحجز لا 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 لا، أنا بتظاهر إني بعرفش إنه في آي. هو انت حتى تعرفي قيمه اي شو بدك تعملي؟ بتضلك تجربي كيف؟ لما بوصل عند نقطه معينه شو بحل؟ بصير استعمل ستيدي ستيت ايرور بستعمل اي فبتصير بي اي. وكمان اذا استعملت الدي شو بيساعدني؟ بخفف من الاوفر شوت على نفس الكي. الاي بخفف من ستيدي ستيت ايرور على نفس الكي. فبقدر اخلي كي نفسها مش هيك البي اي دي هاي فكره البي اي دي؟ البي اللي هو الكي. يساعدني اني احسن الريسبونس تبع السيستم، ازيد الرايز تايم، اصغر الرايز تايم، اصغر ستيدي ستيت ايرور، احسن الريسبونس. وصلت عند مرحله خلص الكي بطلت تحل المشكله. شو بضطر اعمل؟ ادخل اي، بعدين ممكن ادخل بي كمان. طيب ناخذ رقم ثاني، اذا خلينا نغير الكي الان رح نضربها ب 10، رح يصير 0 1 بس. اي شيء 0 صار عندي هلا 3 0 1. نعمل رن. مباشرة شو بنلاحظ صار؟ الباور اللي مطلوبة من الاكتويتر فصار الاكتويتر هلا عمال في لحظة معينة احتجت انه يوصل 340 كيلو كالوري بير مينت. هاي الوحدة هون الكي طبعا الكي دائما لور كيس والكالوري سمول كي مع انه هي الكالوري مش اس اي اوكي؟ طيب الايرور مبين عندكم ما مبين الايرور بدنا نشوف الايرور هي هون اللي بحكي لكم يا عيالي وانت قلت لي بوصل زيرو عمره ما بوصل زيرو الاكشويتر بضل شغال لانه لازم يكون في فرق ولازم يكون في هيت فلو لو انه تايب 1 سيستم كان ممكن الاكشويتر يهدى وينزل لزيرو ويتركه على اخر فاليو يوصل نشوف الريسبونس تبع السيستم هون هيتحسن ستيدي ستيت ايرور مظبوط مين اللون اللي احنا بدنا اياه مين لازم يكون هو الفلويد درجه حراره الفلويد منطقا من هون احمر الاوطى ولا الاعلى؟ الاوطى لانه الهيتر بده يكون اسخن منه عشان يعطيه حراره، اذا هون عندي عم بوصل انا تقريبا 110 مش هيك؟ فستيدي ستيت ايرور لسه حوالي 240. بدنا الرايز تايم وهون خلينا نحط كي 0.0001 ضربناها ب 10. بدنا الرايز تايم هي الرايز تايم هي عندي هلا بدي 90% من 110 مش هيك؟ 9 في 1.1 بيطلع تقريبا 100 مش هيك؟ هي 100 هي النقطة هاي تقريبا هاي لسه 22.5 وهذه هون 10% تقريبا تقريبا نفسها مش هيك؟ المرة الماضية كان لازم أكثر من 20.5 كان غلط اللي قسناه؟ اه طيب أنا راح أحط الرقم هذا ونشوف المفروض يتحسن عندي الوضع هلا بنشوف
22. انت بتقول انه اسمه غلط 23. 23 بس مضروب رحنا 10%. هذا ناقص الاثنين بيطلع 23. طيب هلا احنا بنشوف شو بصير معنا. المفروض يبدا يتحسن. خليني هلا اروح اضرب ورد في 10. راح اعمل رن والمره هاي راح اقيس الرايز تايم مباشره عشان ما نضطرش نعمل. خلينا نشوف الرايز تايم المفروض تحسن. ستيدي ستيت ايرور اكيد تحسن. ستيدي ستيت ايرور هلا تقريبا عم نحكي هون القيمة هاي 175. خلينا نطلع زي ما حكى احمد زيدان نعمل الزمن كامل عشان نتاكد انه وصلنا اخر شيء. هاي قديش تقريبا القيمة؟ 183 تقريبا 184. ها 184 ناقص 350 تعطيني 160 166 مش هيك؟ هاي ستيدي ستيت ايرور. بدنا نشوف هلا الرايز تايم والباور وهذا عندي هون صار 0.001. هاي صارت 3400. هلا بدينا نوصل ايش؟ الماكسيمم تبع الاكتويتر تبعي. هلا انا مهمل هذا الكلام وراح اضرب الاكتويتر في ايرور اكبر من واحد راح اتظاهر انه بقدر انا اكبر الاكتويتر. انت في الحاله الواقعيه ما تقدر. فانت بديت توصل هلا اذا انت بتقول لي واحنا لسه ال 5000 قديش كانت؟ 5000 كيلو كالوري بير مينيت كانت 350 كيلو وات. هذا رقم حتى هذا رقم عالي بس خلينا نحط هون 3004. طيب بدنا هلا الرايز تايم وبعدين راح نروح 18. هلا بدنا 10% من 184. حد يضرب 10% في 184 تقريبا 18 يعني تقريبا هون هاي حوالي واحد منت مش هيك؟ 90% بتكون تقريبا هون هيك مضبوط؟ قول 15 ناقص 1 تقريبا انا تقريبا 14. ها؟ طبعا كل اليونتس منتس. نضرب اخر 10 وراح نوقف عند اخر 10. السيستم على فكره لسه اوفر تايم. هاي وصلت احكي احتمال كبير انضربت في 10 مش هيك؟ فبتصير 34000. أنا هون طبعا صار رقم خيالي هذا غير منطقي. نشوف الايرور. اظن هلا صار في اوفر شوت. تمام صار عندي اوفر شوت هون وفي اوفر شوت بسيط هون. اذا ايش صار بالسيستم؟ في لحظة معينة كي ما بين 0.001 و 0.01 صار كريتيكلي دامب وتحول إلى اندر دامب مضبوط؟ كنت فاهمين التو بولز كيف بيتحركوا؟ شو اللي حرك البول؟ كي حركني على الروت لوكس. عندي هون طبعا اوفر شوت هائل بتي اي بس يمكن انا بهمني اكثر الاوفر شوت اللي هون. خلينا نطلع نشوف الاوفر شوت قديش صار هون. هلا بقدر احسب الرايز تايم بطريقه مختلفه مش هيك؟ حتى يا دوب نقدر نقيسه هون الاوفر شوت. خليني ارد اعمل زوم عليه كمان. هاي تقريبا الفاليو النهائي اللي بيوصل له. قديش الستيدي ستيت ايرور هون؟ عندي هاي تقريبا 310 مش هيك؟ في 40 الستيدي ستيت ايرور. الاوفر شوت يمكن ما بتجاوز يعني يمكن هاي القيمه تقريبا هون يعني قول 5 5 على 310. حد يحسب 5 على 310؟ مش هاي لو بدنا نحط هون اوفر شوت ام بي بيرسنت هون نوت ابليكابل هون نوت ابليكابل هون يمكن عندي شو واحد اقل من 1%. قديش؟ 1.6 بالالف مش هيك ولا بالمية؟ 1.6%. اذا عندي هون اوفر شوت 1.6%. الرايز تايم
حوالي 4. هذه عندي هون بوينت 0 ورح نوقف هون لانه صار الاكتويتر هون. انا اصلا في شيء اكتويتر ما بقدر اعطيه رقم اكبر من 1. اذا هو وهو مصمم بالاكتويتر يعطيني من 0 ل 10000 بقدر اقول له اعطيني 90% 80% 70%. اذا اعطيته الفل رح يعطيني الفل اللي هو بيقدر يعمل عليه، فرح يصير في ساتوريشن السيستم. هذا طبعا السيستم احنا عملناه لينيرال، يعني اخذناه لينير سيستم، ما اخذنا بعين الاعتبار ان اللينيريتي اللي فيه راح تصير من الساتوريشن، لانه فعليا انا لو حطيت عليه حددت رقم معين مش راح يطلع فوق.